حبيب الكرسي وبعد كده قاعد في الكرسي كده. طبعاً حبيب الكرسي. ننتقل من آباء من آباء إلى آباء. ونحن نجمع بين المعتل والمهمول. آباء معتل الآخر ناقص. آباء معتل العين. آباء. فيما أردته عليه أو ما أردت به أو ما أردت منه، بينما آبى يعني عاد، وعاد هنا إما أن يكون عودة معنوية وإما أن تكون عودة حقيقية، وبالتالي هناك معنى مشترك وهو القرب والبعد. وهذا موجود في اللغة العربية، ذكرت من قبل قلت أن كثير من الكلمات عندما تقلب أوضاع حروفها تجد نوعا ما من الاشتراك في المعنى. من آبى في الماضي في المضارع المرفوع في المضارع المنصوب في ليس الأمر وإنما المضارع المجسوم المسند إلى نائب الفاعل أو الماضي، الماضي مسند إلى نائب الفاعل، والمضارع المسند إلى نائب الفاعل، نحن نقول مبني للمجهول. Thank you.
مع أنا وأنت أنت وهو وهي. ثم نحن أنتما هما هما نحن أنتم أنتن هم وهن. أنا ومع الفعل الماضي أنا أبت. أنت أبت. أنت أبت. هو آب. هي آبت. نحن أعطوا الضمير. نحن أبناء. أنتما أبتما. هما آباء. هما ثانية آب. نحن أبناء. أنتم أبتم. أنتن أبتن. هن أبنا. هم آبوا. هم آبوا. هن هن. ما الكلمة الخالصة اللي خلصت على عقلي؟ في المضارع المرفوع أنا أؤوب. والهمزة على الواو. نعم. أنا أؤوب. أنت ت الهمزة على إيش؟ على الواو. تأوب. أنت تأوبين. هو يأوب. هي تأوب. نحن نأوب. أنتما تأوب باني. هما يا أوباني. هما تا أوباني. نحن نأوب. أنتم تأوبون. أنتن تأوبن. هم
يؤوبون وهن هن يؤوبن. المضارع المنصوب أنا لن أؤوب، أنت لن تؤوب، أنت لن تؤوبين. لا لا تحذف النون، تحذف النون لماذا؟ لأنها من الأفعال الخمسة. أنت لن تؤوبين، هو لن رحمك الله، هي لن تؤوب، نحن لن تؤوب. اللي حاب يجيب بالسيف يؤوب بالسيف يتعدى شو اسمه الطرحية بجنة اللي يجيبه بالسيف اللي حاشت فيه. أنتما لن تؤوب من الأفعال الخمسة توظف النون. هما لن يؤوبا، هما لن تؤوبا، نحن لن نؤوبا، أنتم لن تؤوبوا، أنتن لن تؤبن، هم لن يؤوبوا، وهن لن يؤبن. المضارع المجزوم أنا لم أنا لم أؤوب، أنا لم أؤوب. لماذا لم أؤوب؟ أنا علم. أي قاعدة؟ مزيدة. المد. مد حرف أصلي. كيف حرف العلة يحذف؟ حرف العلة لا يحذف دائما. ما أنا حرف أصلي يومي. مرات عديدة حرف العلة يبقى موجودة. لا يحذف. هو في النصب لم يحذف. أؤوب لم يحذف حرف العلة باقي موجود. أبا يؤوب الواو. لماذا نحذف الواو في المجزوم؟ حرف مجزوم ساكنان. صحيح. إذا التقى ساكنان هذه القاعدة يا سي القاعدة القاعدة إذا التقى ساكنان يحذف ما سبق. هذه هي القاعدة. لم يحذف حرف الألف لأنه حرف ألف، لا لأنه ساكن. التقى ساكنان يحذف ما سبق. خذي ما سبق. أنا لم أؤوب. عندكم في الدروس القديمة فخاني إلى حد الآن لم يتفطن إليه ما أحد. أنا راجعوا في الدروس القديمة سوف تروا. لازلت أنتظر مراجعتي في ذلك. أنا لم أؤمن. القاعدة تقول إذا التقى ساكنان يحذف ما سبق. هذه القاعدة ليست مضطردة. ليست مضطردة. في الثلاثي
المزيد بثلاث احرف. ما هو وزن ثلاثة بس بثلاث احرف؟ طب افعال. لا ايش عندك هنا؟ عندك الساكن المد وعندك الساكن عشان نقول واللي عليه سكون واللي ما عليه سكون شو يسمى هذا؟ حي وميت. حي وميت. حي وميت. طيب اذا قلنا انا لم اعد، انت لم تعد، انت لم تؤبي، هو لم يؤب، هي لم تؤب، نحن لم نؤب، انتما لم تؤبا. كلمه منصوب كلمه مجزوم، لان علامه النصب والجزم في الافعال الخمسه هي حذف حذف النون. هما لم يأو با، هما لم تأو با، نحن لم نأوب، أنتم لم تأو بو، أنتن لم تأوب ن، هم لم يؤبوا، هن لم يؤبنا. طيب يا ابني، ما الفرق بين نحن الأولى ونحن الثانية؟ أراك تتدبر السبورة وتتملاها. كيف تفهم شنطة فرق؟ هناك فرق كبير جدا. زوزورة دعوه. لا. كيف تفهم زين؟ يجيبوا لك اثنين مش تختار بيناتهم، هذه عندها خشب وهذه عندها خشب. والخشب خشب، لكن الخشب خشب هو. هذه عندها عين وهذه عندها عين. لكن ما هو كيف كيف. نحن الأولى في المثنى، أنتم وهما وهما. ونحن الثانية في الجمع، أنتم وأنتن هم و وهن. لاحظت الفرق الآن؟ فرق بين اثنين وبين ثلاثة، اثنين ربما تغلبهم تخرج منهم، ثلاثة كان داروا فيك يا يدنو، خاصة من حزام أسود أبيض. نسكت. لا أبيض أبيض طبعا نسكت. عنده حزام أبيض في البلد. طيب أنت، أنا في الأمر. أنا في الأمر. أبا أنا لم أؤب. احنا قلنا الأمر نأخذه من الفعل المضارع المجزوم، أنا لم أؤب. الأمر من أنا لم أؤب. أب أؤب. أب ولا أؤب؟ يعني الأمر لا يصدر تجاه المتكلم. مش نعمل روحك؟ الأمر يكون لمن؟ للمخاطب الذي وخاطبه هو الذي آمره، أما المتكلم لا يعبر نفسه. إذا مع أي ضمائر يكون الأمر؟ مع أنت. ها يا بني، مع أنت. وشكون يا أخي؟ ها أنت. أي
أنت تعمل كأن رجال بركة مرتاح، لأنك لو أمرت امرأة رب ردت عليك. تعرف لماذا؟ لأن الرجال لم يعودوا رجال. المرأة قالت كن رجلا وكن قواما علي، لأن الله قال ماذا؟ الرجال قوامون على، ولم يقل الذكور قوامون على الإناث، قال الرجال والرجولة رجولة. طيب قلنا مع أنت نقول لا مش أمر عادي مع أنت لا مش أمر فوق مش أمر ما دي مش مسألة لا نفكر الأمر قلنا مع أنت أنت نحذف أداة الجزم حرف مضارع بقية أوب نعم إذا كرسيها يصبح ألفا هذا يسمى كرسي الهمزة علاش لأن الهمزة في أول الكلمة لأن الهمزة في أول الكلمة يكون كرسيها الألف هكذا دائما في أول الكلمة بارك الله فيك شكرا يا بني نخدمك في الأفراح والمسرات إذن أوب كرسي الهمزة يكون ألفا أوب بالنسبة لي للأنثى أوبي المثنى أنتما أوبا أنتم أوبو وأنتن أبنا